بسم الله الرحمن الرحيم كنت واجدو حدا مدرسة ديال الشريف الإدريسي مدرسة اللي كتحتضن الإدماج المدرسي في إطار الشراكة اللي كتجمع ما بين جمعية السند الخير والأكاديمية ديال التعليم. إذن انتقلنا بعد ما عرفنا بأنه كاين مشكل ديال الأقسام ديال الإدماج المدرسي سدات، انتقلنا لعين المكان وبغينا نعرفوا السبب. ما المفروض أنه دابا راه الوليدات داخل القسم، شنو هي الأسباب اللي ما دخلش الوليدات يقراو؟ واش غنقول لك، هاد التلامذة كانوا ولفوا الأقسام ديالهم، كانوا كيقراو ولفوا الأقسام، اندمجوا مع الأساتذة ديالهم، زعما اندمجوا كيبغوا يمشيو، بزاف فرق بزاف ما بين فاش كنفضلهم باش كيمشي مدرسة. هاد الأقسام سدوا ما عرفناهمش علاش، بين ليلة وضحى قالوا غتسدوا الأقسام، وهاد الدراري مضطرين بزاف، جالسين في الدار ما كيديروا حتى حاجة، بغيناهم يقراو بحالهم بحال التلاميذ الآخرين، كما كاع الدراري. واش هاد الدراري ما محسومش من الدولة؟ واش خلينا عندهم 9 شهور وحنا ولادنا ما عندوش 9 شهور؟ حنا اصلا مضرورين، ولادنا مراضين والمصاريف ديالهم والطبيب ديالهم، وانا كنجي من ولاد وجه ساعه ونص عندي ديال الدار باش نجي نقرا في هاد المدرسه، وفي الاخر جهه انا جيت 400 دراهم كنخسر في النهار، وانا جيت دابا لقيت المدرسه مسدوده. علاش هادي ماشي حقره؟ واش انا ولدي ما محقوش يقرا؟ حتى انا ولدي خصو يقرا، علاش يسدونا المدرسه ويسدونا القسم؟ انا ولدي كيشرب ضوه غالي، كنجي معاه من ولاد وجه معذبه، كل نهار عندي ساعه ونص في المجي وساعه ونص في المجي، راه ولاد وجه راه كلشي عارفها بعيده على لابيطا، وكنجي حتى القسم دابا لقيت القسم مسدود. انا بغيت نعرف علاش هاد القسم مسدود، واش انا ولدي ما عندوش حق يقرا؟ ولادنا قالوا لك ما يقراوش دابا، ضايعين حتى ولاو كيقراو وتعلموا، ولا يكتب ما كانش يعرف يكتب، ودابا حبسوه هو ضيع، دابا غيبقى ضايع. سقطت بكي ليا على المدرسه والفات، دابا والفات الله يجازيك بخير، دابا حبسوا، دابا حبسوا، وصلت معها صعوبه، ما كتجلس ليا كاع. حنايا كنا كنقريو مع المؤطرات يعني من اول السنه، وحنا كنقريو بقيت كنتسائل مع راسي بانه علاش حتى لدابا ومازال ما عيطولناش باش نسنيو الشراكه مع النيابه التعليم. هزيت واحد النهار التليفون وعيطت للمسؤولين، قال لك هما يا ما عندهم حتى شي اخبار من الرباط. كنعرف هزيت التليفون وعيطت لاكاديمي الرباط، قال لك في هاد الساعه ما عندنا حتى شي حاجه وما جانا حتى شي اخبار. مني ساليت المكالمه معاهم مع النيابه التعليم ومع الاكاديمي، عيطت لرؤساء الجمعيات قلت لهم راه شنو هاشنو راه بانه الدعم، راه الشراكه ما كايناش وما كاينش الدعم ديال المؤطرات، شنو غادي نديرو فيها؟ فاش تلاقينا واجتمعنا راه عده لقاءات مع رؤساء الجمعيات، تلاقينا وقررنا باش غادي نديرو اخبار اللقاء مع المدير الاكاديمي، مع المدير ديال الاكاديميه تلاقينا به. المهم هضر معنا وكل شيء، وقال لك بانه راه غادي نشوفوا لكم شي اخبار من هنا واحد الاسبوع. هذا الشيء كان قبل من رمضان باسبوع، يعني الاسبوع الاول ديال رمضان غادي يكون عندنا واحد اللقاء معاهم. لحد الساعه ما عندنا حتى جواب لا من المسؤولين لا من حتى شي حاجه، وحنا شنو المصير ديال هاد المؤطرات؟ وحنا كجمعيه راه ما عندنا لا دعم لا من حتى شي دوله، حتى شي مؤسسه، حتى شي مؤسسه ما عندنا منها شي دعم، ما عندنا حتى شي حاجه. كيف كنقولوا حنا اجتهادا مني، عرفتوا بانه راه ما كايناش اجتهادا مني، باش قلت انا يا حتى لهاد المده وما كاينش الدعم، ما كاينش حتى لقاء معاهم. هذا هي فاش هزيت التليفون وعيطت للمسؤولين فيها، فاش قالوا لنا راه ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه. من حقهم يتخلصوا، لان هذوك الاطفال راه كتعرف بانه الطفل راه ما خصوش، على الاقل راه خصو يكون جوج ديال المؤطرات في القسم، لان دوك الاطفال راه عندهم صعب. نعطيك غير سبيل المثال، مثلا المؤطره كاينه غير وحده وعندها اطفال وبغات ديهم غير مثلا غير المرحاض، واش غادي تخليهم بوحدهم؟ لا ما يمكنش تخليهم، خاصهم ضروري يكون، وخاصهم ضروري يتخلصوا. السلام عليكم ورحمه الله. حنا تفاجئنا بهذا القرار بان المؤطرات ما كاينش الدعم، كنا كنخدموا كباقي المربيات كباقي المعلمين، اندمجنا مع الاطفال ديالنا، وكيف ما كتعرفوا ان هذه الفئه ديال الاطفال كتطلب منك واحد الجهد كبير وواحد الخاطر باش تخدم معاهم، وباش ان يجي هذا القرار ديال ان ما كاينش الدعم، يعني ما كيخليولكش واحد النفسيه باش تقدري انك تتعاملي مع ذاك الطفل. حنا بغينا نعرفوا شنو هي الاسباب ديال الاقصاء ديال هاد الفئه، لا المربيات لا الاطفال، اللي هما من المفروض ان هاد الاطفال خصهم حقوقهم بحال باقي الاطفال العاديين. حنا ما عرفناش الاسباب اللي خلات، زعما شنو السبب ديال ان المربيه ما غاديش تاخذ الدعم.
وحنا هذه ما يقارب 7 أشهر ولا 8 أشهر وحنايا كنخدموا، حتى كنتفاجئوا بهذا القرار، راه لا يبقى الحشومه هذا الشيء اللي هي. رغم ان زعما الصالير هو ماشي شي صالير، ولكن رغم ذلك حنا كنخدموا مع هاد الوليدات حتى تنتفاجئوا حتى بهذاك الصالير اللي هو قليل حتى هو ما كاينش. بغيتي تقراي؟ ها؟ توحشتي القرايه؟ كانت رده الفعل ديالنا ان انا اصلا بعدا انا مؤطره اللي ما تستافدش حتى من الدعم ديال العام اللي فات، وجاتني صعيبه لان ما يمكنش انايا قريت العام اللي فات ما خديتش الدعم ديالي، وحتى هذا العام ما غناخذش الدعم ديالي. فكان التاثير ماشي غير عليا حتى على الوليدات، لان الوليدات ولفونا وانضبطوا معنا، والصراحه هذا الشيء تيضر في القلب انهم يسدوا القسم على حساب ان واحد المبلغ بسيط، لان داك الشيء اللي كنديروا حنا ما كيساويش داك المبلغ اللي كيعطيونا، وما تيعطيوش لنا شهريا اصلا، تيعطيونا مره في العام، لان حنا عندنا مسؤوليات وعندنا بزاف ديال الحوايج، عندنا وليداتنا وعندنا الاسر ديالنا كنعيلوهم، ما كنظنش ان ديك المبلغ الصغير هو اللي غياثر على الميزانيه ديال الاكاديمي، لان دابا حنا كنبغينا صوتنا يوصل للمسؤولين، بغينا نشوفوا حنا شنو الدور ديالنا، اشنو علاش حنايا حنا الوحيدين اللي تيحيدونا من هاد، لان اللي كيسحبونا علاش كلشي كيعطيهم الحقوق ديالهم وتيجيو لهاد الشريحه وتيحيدوها، بالعكس هاد الشريحه راه هي اللي محتاجه للدعم ومحتاجه للمساعده، لان والديهم متعب معذبين مساكن معاهم، وباش تقري هاد الدراري راه خص يكون عندك النفس الطويل، راه ماشي ساهله باش تقري دري ديال التوحد ولا ديال التريزومي، راه صعيبه بزاف. حنا كنديروا اصلا كنديروا متطوعين فيها شويه ديال لاجر وشويه ديال انهم يعاونونا. تواجد قرب مدرسه الاطلس من ضمن المدارس اللي كتحتضن الاقسام الادماج المدرسي في اطار الشراكه ما بين الاكاديميه ديال التعليم وما بين جمعيه ديال السعاده اللي كتهتم بالطفل في وضعيه اعاقه. كنباغي نقراو وحبسوا سدوا علينا القسم حقاش الدوله ما خلصتش المعلمات. انا دابا هي في مشكل، دابا الوليدات تيبقاو يبكوا لنا في الضاده متنافس الواحد ديالهم. قراو عملوا وقراو مزيان. قراو مزيان. وهذا العام؟ هذا حبسوا. حتى لهذا الشهر عاد حبسوا. حتى هذا الشهر حبسوا. الله تعالى وبركاته. هذه بدء. باش نشوفوا المستوى ديال الرقي ديال شي امه كنطلعوا على التعليم ديالها وعلى الصحه. حنا هذا الشيء اللي ما عندناش. حنا عندنا وليدات ما كاينش اللي غيمكن ليه يشوف فيهم، ما كاينش اللي غيمكن ليه يساعدهم الا ما كانتش هذه الجمعيه وما كانش هذه المربيات كيتخلصوا. المهم حنا الطلب ديالنا اللي كنطلبوا من الجهات المعنيه انهم يشوفوا لنا حل لهذه المربيات. مساكن 7 شهور وهما خدامين ما تياخذوا حتى ريال. وعندهم مهام صعبه مع هاد الاطفال هذا، وهاد الاطفال عندنا راه زادوا تعقدوا غير هاد الشهر هذا اللي جلسوا، راهم تعقدوا، الدراري ما بقاوش يبغوا ينعسوا ولاو تيحلموا غير بالمعلمات ديالهم، لانهم هما المتنفس الوحيد اللي عندهم هنا في هاد المدينه هذه. المعلمين تيقريو وما تيتخلصوش، الاساتذه ما يمكنش يقريو وما يتخلصوش، لا يعقل، حبسوا، لا تنبقوا جلسوا في الدار. احنا خصنا نتمنوا من الدوله يشوفوا فينا، من المسؤولين يشوفوا في هاد الوليدات، واش هاد الوليدات ما عندهمش الحق يقراو، ما عندهمش الحق حتى هما يكونوا بحال الوليدات العاديين، ما عندهمش الحق في التعليم، ما عندهمش الحق في الحياه العاديه. خصنا حتى حنا بغينا ولادنا يقراو، بغينا نجيبوهم المدرسه، بغيناهم يكونوا بحالهم بحال الناس، يكونوا عندهم حتى هما حقوقهم، هادشي ماشي معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه تربويه سيبتي كبشعيب السيد ممثل عن جمعية السعادة اللي دايرة واحد الشراكة مع الأكاديمية للتربية والتكوين وكذلك المديرية الإقليمية للتكوين المهني والبحث العلمي. بسيط ناس نستنكروا هاد ما وقع إلينا وبعض الجمعيات حول أجرة ديال المربيات اللي اشتغلنا من أول السنة من فاتح أكتوبر إلى يومنا هذا، وهذا واحد المشكل اللي عندنا هو ديال التلاميذ ديال التربيه الدامجه اللي دابا سدينا لهم القسم بسبب عدم الاجره ديال المربيات. اللهم هذا منكر في الحقيقه، كانت النيابه تعلمنا في اول سنه ونعرفوا حنا شنو نديروا، واش الجمعيه تكلف الاداء ديالهم ولا الاداء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا وليداتنا ما فهمناش علاش سدوا لنا هذا القسم، كان عندنا واحد الامال فيه، يعني فرحنا ملي فتحوا لنا هذا القسم، وفي الاخر شنو نقول لك، تصدمنا ملي سدوا لنا القسم، والمؤطرات ملي سمعناهم مساكن ما كيتخلصوش، راه هذا راه مشكل كبير. كيفاش غيمكن ليهم يقابلوا مساكن دايرين كل المجهودات ديالهم مع وليداتنا ومضحيين معاهم، وفي الاخر حتى فلوس ترونسبور ما يكونش عندهم، راه حشومه زعما. هذا الشيء راه جاني
كما كيقولوا بيزار. الاول كانت مزيانه، راه فرحنا بزاف من كاين القسم والمدرسه حدانا، يعني في الحي ديالنا يعني كنجيو بلا ترونسبور، فرحنا بزاف ما كاين لا ترونسبور لا حتى شي حاجه زعما وليداتنا، وكنجيو عند المعلمه مامنين وليداتنا عندها، يعني واحد الاستاذه يعني ما نقولكش دايره معاهم بحال وليداتها وكثر، يعني مجهودها كله دايره معاهم، ولكن في الاخر ملي سمعنا ما كتخلصش راه تصدمنا. يعني كنترجاوكم ديروا لنا شي حل، راه ما يمكنش باب القاسم يكون مسدود في وجه ولاد وليداتنا. وولدي انا بعدا كل صباح تينوض داس برديتو وكرطابو فين غادي نقرا، اشنو غنشرح لهاد الولد؟ ما بقيت ما نشرح ليه، اشنو واش غنقول ليه؟ راه تسدات المدرسه ما فهمش، الدراري كيشوفو من الشرجم غادي يقراو، وحنايا قرابين غير هنا في الحي والقاسم تسد لينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ليلى حجاج، مؤطرات القسم الدامج داخل المؤسسه العموميه مؤسسه بنو طوفيل. ده انت كتشوف الاباء والامهات كيشتكيو، انا راه كنت اخر وحده سديت القسم ولكن ما بقيتش قديت لحقاش كاينين اخوات اخرين معايا اللي مضرات بزاف ان القسم تسد. علاش تسد؟ ان المؤطره ما تخلصاتش، ما علموناش، ما قالوا ليناش راه ما كاينش الدعم ديالكم هاد السنه، من بعد 8 اشهر تيقول لك ما كاينش الدعم ديال المؤطره. اول حاجه ما كاينش عندنا مخاطب مباشر، ثاني حاجه ما عندناش جواب المقنع، ما كاينش جواب. كان اجتماع مع المدير الاقليمي ديال التعليم وما كانش عنده جواب لينا، ما لقيناش جواب، ما قال لينا لا غتخلصوا ولا ما غتخلصوش ولا علاش ما غتخلصوش. يعني اخر ما كان الجواب اللي كان من المنسقه هو ان الدعم ديالنا ما كاينش، وحنايا دابا ما يمكن ليناش نخدموا مجانا، ما يمكن ليش انا نتطوع بالاراده ديال الاخرين. انا كنتطوع فعلا، اصلا ديك 1500 درهم راها ما كافياش حتى التنقلات ديالنا، عاد نزيدوا ما تعطيوهاش لينا كاع. بعد ديك 1500 درهم القسم راه خاصينو بزاف د الحوايج، القسم بعدا تنعدين فيه الادوات ديال الاشتغال، ما فيهش ادوات الاشتغال بتاتا، من غير التاسيس اللي اتته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والجدران اللي عطاتهم التربيه الوطنيه، من غير هذا الشيء راه ما كايناش شي حاجه اللي كتجي لهاد الوليدات، ما كايناش حتى الزيارات الرسميه، من غير المفتشه اللي كتجي من التربيه الوطنيه كتجي كتفتشنا مع مجموعه ديال الشروط، خصنا نديروا مجموعه ديال الشروط بدون ولو التفاته واحده للظروف ديالنا اللي كنشتغلوا فيها حنا، ظروف مزريه، هاد الاطفال ما عندهمش واحد الاهتمام من طرف المسؤولين، الوزاره الوصيه اللي حيت هي اللي قالت غادي تعطي واحد الدعم للجمعيه باش تعطيه للمؤطره، اصلا الشراكات من النهار الاول تسناو بطرق ملتويه باش يتملصوا بحال كما حنا كنعيشوه دابا، باش يتملصوا من هاد الدعم الفتات، هاد التفرتيت ديال الدعم اللي كيعطيونا. 1500 درهم مع اختصام شهر 7 وشهر 8 لا تساوي شيئا بالنسبه لهاد الاقسام. ما يقولوش راه حنا درنا اقسام دامجه داخل المؤسسه العموميه، هاد الاقسام غير ولوجه بتاتا. كنشوف انا هاد الناس كانت عندهم واحد الثغره ديال هاد الفئه ديال هاد الاطفال هادو اللي كيعانيوا الاعاقات، واعاقات مختلفه، قسم واحد فيه اعاقات مختلفه، كاين التاخر الذهني الحاد، كاين التتلد الصبغي، كاين التوحد الحاد، كاين الاعاقه الحركيه، كاين بزاف ديال الاعاقات وما كاين حتى مختص كيزورنا. شنو كاينه اجتهادات شخصيه ديال المؤطره كتجتهد، ما كاينش مقرر موحد كنشتغلوا عليه، ما كاينه حتى شي حاجه، كاين تفتيش كنتفتشوا، واش درتوا الجدادات، واش تبعتوا، واش دمجتوا شي واحد ولا جوج، واش شنو درتوا؟ هادو هما الاسئله اللي كيكونوا، حتى طريقه الاشتغال ما كنتفتشوش فيها. اذا كتقولي بان ارضيه غير جاهزه للادماج. ارضيه هشه بمعنى الكلمه، اننا ما كنشتغلوش على واحد الارضيه اللي صلبه، هذا راه ماشي حل التلاميذ في وضعيه اعاقه. كنقولوا من حق كل طفل رغم الاختلاف في كرسي داخل المؤسسه راه ما كاينش، كاين ثغره كانت عندهم جابوا ليها واحد الحل اللي هو حل كنقول انا حل ترقيعي، حل ما عندوش اسس، حل اللي جابوه حطوه باش يسدوا الفم ديال الاباء والاولياء والناس اللي كيناضلوا في هذا الاتجاه، هذا الناس اللي كيناضلوا على هذه الفئه هذه باش تمدرس. راه داروا هذا الحل، هذا اقسام دامجه. شنو داروا؟ شي كاين المؤطرات اللي مشى الجمعيات ديالهم مشاو عند التعاون الوطني، هذوك تكلفوا كيخلصوهم. كاين المؤطرات اللي داروا الجمعيات داروا شراكه سنويه مع وزاره التربيه الوطنيه، هادو هما اللي ما كيتخلصوش وما عرفناش هذا التملص علاش. السلام عليكم، كنتواجدوا بمدرسه جمال الدين الافغاني، المدرسه الاولى اللي احتضنت الاطفال الاعاقه.
بطبيعه الحال فهي استطاعت انها تنجح في اطار الادماج، دمجت مجموعه ديال التلاميذ دمجتهم مع الاسوياء، وهي ما عندهاش مشكل ديال المربيات، عندها مشكله ديال المربيه وحده. بالنسبه للتلاميذ الاخر الاخرين فهم في وضعيه اعاقه، راه كلهم ملتحقين بالاقسام ديالهم لانهم كيقريهم اساتذه ديال الدوله. اللي عندنا مشكل واحد اللي تسد القسم الوحيد وهو القسم ديال المربيه اللي ما تخلصات، اسوه باقي المربيات اللي ما تخلصوش. المشكل ديال الادماج اللي عندنا هنا في جمال ديال الافغاني فهي يعني مزيانه، دمجوا مجموعه ديال الاطفال في وضعيه اعاقه. كنتمنوا المؤسسات كاملين انهم يكونوا بحالهم، لانهم عندهم اساتذه ديال الدوله كيتخلصوا، المربيات ما كيتخلصوش، وهذا كيطرح مشكل. اذا جينا لعين المكان والتقينا المربيه اللي نحاولوا نشوفوا الرده ديال الفعل ديالها ملي سمعت بانه ما كاينش خلاص. السلام عليكم، الاسم ديالي خوا مريم، مربيه تابعه للجمعيه المغربيه لادماج الاطفال في وضعيه اعاقه بمدرسه جمال الدين الافغاني. احنا العام كامل كنا خدامين، خدمنا العام كامل حتى الاخير دابا هاد السنه تفاجئنا بواحد الخبر بان الدعم اللي كيتعطى للجمعيه وكتستافد منه الجمعيه وبالتالي كناخذوا المستحقات ديالنا منه ما كاينش هاد العام. لا يعقل بان احنا خدمنا العام كامل وكتعرف بان المجهودات اللي كنديروا وكنمشيو كنصرفوا من جيبنا، كنديروا بزاف المسائل من جيبنا، زائد ترونسبور، زائد كنعطوا الطاقه ديالنا كامله وكنخدموا بجديه، وفي الاخير يصدمونا بهذا القرار التعسفي الظالم في حقنا. ما عرفناش علاش وعلاش خدات المعايير اللي باش يستندوا على هاد باش ما يخلصوناش في اخر، لان اي عمل عنده مقابل، ما كاينش شي حاجه في عمل ما كيكونش المقابل ديالو. ما فهمناش وما بغيناش يضيعونا حنا ويضيعوا هاد الوليدات، لان لا ضيعوا المربيه ضيعوا حتى داك الولد، لان داك الابن ما عنده المتنفس الوحيد هو المدرسه اللي كيجي ليها، ما عنده حتى شي مرافق اخرى كيمشي ليهم موفره ليهم الدوله، عنده غير المدرسه كيفرحوا يجيو ليها. تصوروا مجرد غير العطله كتكون اول الدخول ديال العطله كتبقاهم فرحانين بان باش يدخلوا، لان ما عندهم حتى شي حاجه اخرى من غير هذا، وحاجه اخرى لان عندهم حق في التعلم حتى هما بحالهم بحال الاطفال الاخرين. وحنا بالنسبه ليا انا راه من 2017 وانا مربيه في مدرسه جمال الدين الافغاني، ودمجوا عندي بزاف ديال الوليدات، دمجوا هنا مشكور المدير ديالنا كيوقف معنا ودمج هاد الوليدات وبمسانده الجمعيه حتى هي كتواكبنا. وليداتنا ولفوا المدرسه كيقعدوا في التحريره تيقول لكم وين مشيو، ضروري تيقول لكم وين مشيو، ودابا تنطلبوا من الله منكم الله يستركم ويعطيكم صحيحتكم. وليداتنا ما بغيناش نحرموهم ان شاء الله. لا قعدوهم لينا من هنا، راه ما عندهمش فين عنديهم. كاتب عام ديال جمعيه مهديه للاشخاص في وضعيه اعاقه، حتى حنا كعاينين هذه المشكله، ان عندنا قسم الدمج المدرسي في مهديه، وعندنا 30 طفل في وضعيه اعاقه في مهديه. المتحنا عندنا مؤطره عندها الاجازه وعاونتنا في هذه السنه، والمشكل اللي كنتسالوا كيفاش ان الاكاديميه انطلقت معنا بهذه العمليه، ومن بعد تفاجئنا بهذه القضيه ديال عدم تمكين المؤطرات من الاجره ديالهم الشهريه. حنا كنتسالوا علاش بداو معنا من اول سنه، كانوا يقولوا لنا نسدوا ما علموكمش ما حتى حاجه. جاوا وتجي المفتشه وتجي راقبوا، عندنا 30 طفل، وكما قالت الاستاذه قبل مني راه كاينه مشكله كبيره، لان الطفل كانت عنده معاناه داخل المنزل، وحنا جينا كقنطره ما بيننا وبين الاسره والقسم. هذا قسم الدمج المدرسي مهم بزاف، عرفتي علاش؟ لان هذا القسم هو اللي تيمهد الطفل فيه وضعيه اعاقه باش يدخل المدرسه العموميه، ويستحيل يقدر يدخل مباشره، لانه ولا عاد يتعلم الكلمات الاوليه الابجديه ديال التعليم، مازال خصو وقت، وهذاك الوقت يستغلوه في هذا القسم الدمج المدرسي. وهذا تعاقد ما بيننا وبين الاكاديميه، كيفاش تجي في واحد الوقت بلا ما تعلمنا من الاول وتجي وتحبسوا؟ وتنطلبوا من الاكاديميه ومدير الاكاديميه يتراجع على هذا القرار، لانه القرار تضر بالاخص الاشخاص في وضعيه اعاقه. السلام عليكم، بما انها تعطاتني الفرصه اليوم باش نوصل واحد الهضره اللي كاع المؤطرات ان شاء الله بغاو يقولوها،
كنحب انني نقول بان هذا القرار هذا المفاجئ اللي اتخذ مؤخرا اللي تصدمنا به كاملين فاجئنا بزاف وجوج الناس اللي غيتضروا منه. اول حاجه الطفل لانه الطفل تعود على ذاك القسم وكانت خساره كبيره بالنسبه ليه وبالنسبه لعائلته اللي كانوا محرومين من شحال هذه بانهم تخرجوا هاد الاطفال هذو للعالم. دابا تحت لهم هاد الفرصه هذه انهم كيخرجوا وليداتهم لواحد المتنفس اللي هو كيمشيو على الاقل الا ما كانش قادر انه يقرا على الاقل تيكون عنده واحد الكونتاكت ما بينه وبين تلاميذ اخرين, يعني تيخرج من ديك العزله ديالته. دابا تحرم منها, يعني هاد الحاجه هذه دابا اللي كانت عنده تحرم منها. ثاني حاجه هما المؤطرات اللي تظلموا وتصدموا بزاف لانهم من اول السنه هما خدامين على واحد المشروع, لانه هذا كيسميوه مشروع لانهم باش كيخدموا على واحد الطفل باش يدمجوه اقسام يعني كالتلاميذ العاديين. يعني هذا راه مشروع بالنسبه لهم اللي كيعملوا عليه العام كامل. بصراحه تصدمنا بزاف من هذا القرار هذا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.